في فسحة من المكان يعلوها صوت الطائفين حول البيت المعظم، مشهد يخطف الأنظار، عناق حميم يكسوه وهج البريق المتسربل من فوانيس حجر الكعبة المشرفة. هكذا يجيب المشهد عن تساؤلات حول كيفية التنظيف اليومي. بالنسبة للنحاسيات هناك مواد متخصصة وخاصة تستخدم في هذه النحاسيات بحيث لا تؤثر على رونقها وعلى لمعانها طوال فترة الموسم بإذن الله. في أضيق نقطة وعلى أعتاب الكعبة المشرفة تشمر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن سواعدها في تطهير البيت العتيق وتنظيفه. هكذا تغسل الأرضيات، وهنا يحظى الشاذروان بماء الزمزم ومزيج من المعطرات، وتختم بتضميخ جدران الكعبة بدهن العود والورد. لا يقتصر أعمال النظافة على نظافة الأرضيات والأسطح، ولكن هناك جانب آخر مهم وهو جانب النحاسيات في كافة أرجاء المسجد الحرام، وعلى رأس هذه المنظومة باب الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما تشاهدون الآن أعمال التلميع والتنظيف لهذه العنصرين الهامة بالمسجد الحرام. 1900 عامل مسنودين ب190 موظفا يتشاطرون توزيع الحرم إلى مواقع ومربعات ضمن خطط مدروسة للوصول إلى كل زاوية وأرضية وأسقف لتطهيرها من أي عوالق تؤثر على أجواء ضيوف المسجد الحرام. نحن يعني واضعين عدد من الخطط الموسمية نقوم بتنفيذها قبل الموسم. أثناء الموسم حقيقة هناك أعمال أخرى حقيقة لا نستطيع أن نتجاهلها ونبدأ في أعمال النحاسيات. النحاسيات تنتهي بنهاية شهر شعبان، طوال شهر رمضان هناك أعمال أخرى نقوم فيها. على امتداد مساحات الحرم المكي الشريف تتوزع قطع النحاسيات بأشكال مختلفة. هنا تصل الأيدي العاملة إلى السلالم الكهربائية وحواجز الممرات. كل شبر ها هنا له عناية ومحبة واهتمام. من جوار باب الكعبة المشرفة، خميس الزراني، العربية.